السلام عليكم يا باشمهندس. المحاضرة النهاردة عن الهدم، عن الـ demolish engineering. باشمهندس سامي، لو حضرتك سامعني، النهاردة عن demolish engineering. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ازيك يا مهندس؟ هندسة؟ الله يخليك، عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك المحاضرة النهاردة هتبقى على ديمولش انجينيرنج. تمام. أنا بتكلم معاه قال لي لا هنخليها ديمولش انجينيرنج، قلت له ماشي مفيش مشكلة، المهم ندي المحاضرة في ميعادها يعني. تمام. أمال أغير فين أي الناس؟ مكان. الناس محدش فيهم موجود. والله مش عارف، والله مفيش حد. زيرو. ده في ناس بتسيب الجهاز مفتوح وحاسس انها تبقى فيها حضور وخلاص يعني. ايوه بشوفه، انا ما بيشغلش اصلا مايك. هو عايز اقول له اصلا عبيط يا عم ولا ايه؟ الله المستعان. انا هبدأ اعمل بس دلوقتي تمام ولا استنى شوية؟ ماشي، اعمل بس بحيث ان الناس يعني تفتكر ان في حاجه اصلا موجوده دلوقتي. ماشي. هو تقريبا المفروض ان جوجل كاليندر اللي مشترك عليه بيبعث له تنبيه، فالمفروض بقى يعني الناس تيجي. تمام. طيب اعمل لي كو هوست، طيب عشان لو انت خرجت ولا حاجه. انا هخليك كوهوست اكيد يعني، هخليك احمد الهوست اول ما اعمل بس هخليك انت الهوست. تمام، هو بس احمد حسام هو اللي كان جايب الحضور، لينك الحضور بتاع المحاضره اللي فاتت. مش عارف هل في لينك حضور ولا لا. طيب ما انا هساله، اصل هو يعني هو اللي عامل لينك الحضور، هخليه يجيب لي الباقي. ما اعرفش والله، انا ما طيب انا اديتش هكلمه التفاصيل. دلوقتي. طيب انا هبدأ انا في البث اهوت. تمام. الله يكرمك يا استاذ. انت تعرف المهندس معتز صح ولا ما تعرفوش؟ عارف مهندس معتز ايهاب؟ عارف. طيب انا هحاول اشوف اي نبذة عنه نقدمه بس تقديمه حلوة كده. تمام. هي مش المفروض ان دي تاني محاضرة في الكورس؟ لا، المحاضرة اللي فاتت كان في ظروف خاصة عنده واتلغت، كان والدته عيانة وكده فلغى المحاضرة، فدي الأولى.
تمام. انا ابعت لك المعلومات اهوت عشان لو حابب تقدمه معيد بجامعة فارس. تمام. ادخل الناس اللي يخش يجي احنا لاقيين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم مهندس أسامة عجور من الدعم الفني لبيم أريبيا. إن شاء الله النهاردة المهندس معتز إيهاب هيقدم لنا محاضرة عن الديموليشن إنجينيرينج. نبذة بسيطة عن المهندس معتز إيهاب، معيد بجامعة فاروس بالإسكندرية بقسم إدارة التشييد، مدير القسم الإنشائي لمكتب إن ستوديو، طالب ماجستير الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية، حاضر بالجامعة الملكية السويدية لمواد البيلدينج انفورميشن موديلينج. اتفضل يا هندسة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كده تكون محاضرة بسيطة يعني عن هندسة الهدم. الكونستراكشن حوالينا أو الإندستري عموما بتمشي بسرعة جدا، بنحتاج فيها موضوع الهدم لأغراض كتيرة، منها إن إحنا بنعمل ترميم، منها إن إحنا بنعمل تجديد للمباني اللي عندنا، بنغير من الفونكشن بتاعتنا، مبنى عايزين نحول الاستخدام بتاعه، فبنحتاج الهدم عندنا أو إن إحنا لأغراض إزالة بحيث إن أنا أقدر أبني مباني جديدة. إن أنا أهدم كده عشوائي موضوع ما بقاش حاضر حالا. هعمل شير سكرين. لازم ان احنا عشان اعمل الهدم ده ما ينفعش اعمله عشوائي. كوارث كتير بتحصل، ويمكن هنقول بعض النبذات كده عنها النهاردة، حصلت بسبب الهدم العشوائي، بسبب ان مفيش تخطيط، رغم ان هو فرع كبير من الهندسة المدنية ان احنا نعرف ازاي نهد. هنتكلم كده ان شاء الله تكون محاضرة شيقة، ومعانا سكسس ستوري كده حصلت في الوطن العربي من سنتين، مش من بعيد قوي. نتكلم نشوف الناس فكرت ازاي، عملوا ايه، ازاي قدروا ان هم يعملوا هدم لمنشأ، واخد الهدم ده سنة كاملة عشان يقدروا يخططوا له، مش مجرد ان انا جبت لودر ولا حفار ولا ايا كان وقمت رايح مكسر المنشأ ده وخلاص. طبعا مهندس أسامة عرفكم بيا، اسمي معتز إيهاب، انا معيد بجامعة فاروس في اسكندرية بقسم الهندسة هندسة وإدارة التشييد، مدير القسم الإنشائي لمكتب إن ستوديو، وطالب ماجستير في جامعة اسكندرية، وحضرت في الجامعة الملكية السويدية لمواد البيلدينج انفورميشن موديل. ايه الديموليشن او ايه هي هندسة الهدم؟ هندسة الهدم ان انا عندي منشأ، الاغراض ممكن للهدم ده تكون كتير، زي ما قلنا غرض الترميم، غرض إزالة المنشأ بالكامل ليه عشان أطلع منشأ بديل ليه، أو إن أنا بزيله لعدم الكفاءة بتاعة المنشأ فمضطر إن أنا أشيله، أو إن أنا محتاج أغير الفونكشن بتاعة المبنى. طيب أنا بخطط له إزاي؟ التخطيط ده لازم يتم عشان حاجات كتير قوي. أولا لازم يكون عندي عمالة مدربة إزاي يهد. السيفتي اللي انا لازم اخد بالي منها كويس قوي، لان بيحصل الكوارث كلها بسبب الاستهتار بالسيفتي. الماتيريال اللي انا ههدها دي عبارة عن ايه؟ لازم كل ماتيريال، مش بنهد كل المواد البناء بنفس الطريقة، كل مادة بناء انا باني بيها المبنى بتاعي لازم اعرف ازاي ههدها. فلازم بنعمل خطوات قبل ما ابدأ ان انا اعمل الهدم بتاعي. اول حاجة ان انا ببدأ اعمل سيرفي، يعني ايه؟ ان انا هبدأ اشوف اول حاجة ايه الماتيريال اللي المنشأ ده، هل خرسانة، هل مبني من الحجر، هل مبني من الطوب، والطوب منه انواع كتير جدا، فلازم اعرف ايه نوع المنشأ اللي انا هبدأ اعمل ليه هدم. المنشأ ده مستخدم في ايه؟ طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني بان انا اعرف مثلا لو انا كان عندي منشأ معرض لمواد بترولية معينة، فانا عارف مثلا ان حصل تدهور معين للماتيريال اللي معمول بيها المنشأ ده،
هيعرفني حاجات كتير قوي. المنشأ ده جواه او الخرسانات بتاعته او الماتيريال بتاعته تعرضت لايه طول دوره حياته، فانا متوقع او هتوقع لما هاجي اهده هلاقي ايه مستخبي جوه. لازم ابدا ادرس المحيط بتاع المنشأ بتاعي. انا عندي المنشأ ده فيه حواليه بيوت، فيه حواليه اماكن بيستخدمها الناس على مدار اليوم كامل ولا في وقت معين؟ هل المنشأ ده في حتة بعيدة فأقدر استخدم نوع معين من الهدم هيسرع لي عملية الهدم اكتر بكتير؟ حاجة مهمة قوي 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 موضوع النويز، الضوضاء اللي هيعملها الهدم ده. هل انا هستخدم معدات ليها اصوات عالية؟ هل في سكان حوالينا او في منشآت معينة قديمة فانا لو استخدمت معدات معينة بسبب الاهتزازات اللي بتحصل بين من المكان ده هل هتتأثر ولا لا؟ لازم ادرس المنطقة المحيطة بالمنشأ بتاعي. وبعد الهدم مرحلة مهمة قوي، انا دلوقتي وقعت المنشأ بتاعي ايا كان هو ايه، لازم المواد اللي انا هدمتها دي انقلها في مكان امن. فهل انا عندي او ان انا في الاول افصلها؟ لو انا مثلا بعمل هدم الخرسانة فلازم خرسانة مسلحة، فلازم افصل الحديد عن الخرسانة عن المواد البناء العادية. فهل هقدر هيكون عندي مكان اقدر افصل فيه المخلفات دي ولا لا؟ تاني خطوة مهمة جدا جدا removal of hazardous material. بمعنى بعض المنشآت بيكون فيها material خطرة، ان انا لما اجي اهدمها اسيبها. المواد دي منها الاسبستوس، منها في المنشآت اللي فيها مواد مشعة، المواد القابلة للاشتعال. لو انا بهدم في مناطق بترولية او منشآت كانت بتستخدم داخلها اي مواد قابلة للاشتعال، او ان انا اعمل اي ضرر بترولي للمنشأ اللي انا بهدمه او للمحيط بتاعه، فلازم ان انا يبقى في الخطة بتاعتي اول ما اهدم ازاي هتخلص من المواد اللي هتسبب لي مشاكل. حاجة كمان، كل ده قبل الهدم، ان انا ببدأ اعمل مخططات. المخططات مش بس عشان البناء، لا، في مخططات بيتم تجهيزها بطريقة معينة عشان اعرف انا ههد ازاي. انا ما ينفعش اخش واهد عموما بدون اي تخطيط، لازم انا اعرف ههد ايه الاول، ايه الحاجات اللي هيتم ازالتها قبل ايه، هل في حاجات هتسبب لي مشاكل ولا لا، في احمال هتبقى زيادة على بعض العناصر الانشائية اكتر من التانية فبالتالي ممكن تسبب لي انهيار مفاجئ في حاجة انا مش عامل لها حساب. كل ده لازم يتعمل له مخططات. ازاي هقدر بعد مهدم ان انا افرق الماتيريال عن بعض؟ اتكلمنا عن الموضوع ده. ايه الاكويبمنت اللي انا هستخدمها؟ ايه المعدات اللي انا هبقى هستخدمها عندي؟ واخيرا السيفتي ميجر، انا هامن الموقع اللي انا هبدا اعمل فيه الهدم ده ازاي؟ ايه السيفتي اللي انا هستخدمه؟ العمال هيتم تدريبهم ازاي عشان لو حصل اي حاجه مفاجاه مش متوقعه؟ ازاي هقدر اتخلص من المواد المشعة والمواد القابلة للاشتعال؟ لازم اجيب حد متخصص، مش اي حد يقدر يعمل الهدم بتاع المنشآت، ولازم يكون دارس ومخطط كل الحاجات دي. يبقى انا عندي اربع حاجات اساسية، ان انا ببدأ اعمل بيلدينج سيرفي عشان اخطط للمنشأ واعرف الماتيريال بتاعه واللي حواليه، ابدأ اعرف ازاي هتخلص من المواد الخطرة، وهعرف ازاي هعمل البلان بتاعي والتخطيط بتاعي الاكويبمنت اللي استخدمه. اخر حاجة السيفتي زي ما قلنا. طيب ايه هي طرق الهدم؟ عندنا اربع طرق رئيسية هنتكلم عليهم. اول حاجة الاكسكافيتور ديموليشن، اللي هو الهدم بالمعدات اللي احنا المتعارف عليها واللي احنا عارفينها عن طريق الحفارات واللواجر والكلام ده.
عندنا نوع تاني اسمه الريكنج بول ديموليشن، هي عبارة عن كرة من الستيل عن طريق معدة معينة بنبدأ نهدم بيها. تالت حاجة البيلدينج امبلوجن، وهو ده عبارة عن التفجير، ان انا ههدم بالتفجير. ورابع حاجة السلكتيف ديموليشن، وده اللي بنستخدمه ان انا ببدأ اهدم اجزاء معينة او جزء جزء، عشان انا مش هقدر ادخل معدات للمنشأ عندي او ان انا مش عايز اهدمه بالكامل. اول حاجة نتكلم عليها هو الامبلوجن اللي هو التفجير، ازاي انا هفجر المنشأ عشان اهدمه. اول خطوة ان انا ببدأ اعمل ريموفر، ببدأ اجهز السايت بتاعي، ببدأ اشيل كل العناصر الغير انشائية، ابواب، شبابيك، الحوائط. غير كده كمان انا ببدأ اضعف للاعمدة والحوائط او العناصر الانشائية الرئيسية اللي شايلة المنشأ بتاعي، هبدأ اعمل فيها بعض ان انا اضعفها، بحيث ان انا اما اجي افجر ما يبقاش المنشأ قوي. وهنشوف فيديوهات دلوقتي ليه حصل فيلير في ان انا بعد ما فجرت المنشأ برضو ما تهدش، بسبب ان انا ما كنتش ضاعف الدعائم الاساسية للمنشأ بتاعي. يبقى انا مش مجرد بفجره وخلاص، لا، ده انا ببدأ اشتغل فيه قبل التفجير. ابدأ احدد ايه نوع المتفجرات اللي هنستخدمها، هل ديناميت، في انواع تانية من المواد الطبيعية اللي انا ببدأ اعمل بيها تفجير، عشان ودي بتتحدد حسب الماتيريال اللي انا هفجرها او المنشأ ده معمول من ماتيريال ايه. بعد كده بعد ما بضعف الدعائم الرئيسية للمنشأ بتاعي، ببدأ اعمل فيه اماكن اللي هحط فيها المتفجرات دي، ودي بتتم عن طريق دراسة وتحليل انشائي للمنشأ عندي، عشان اعرف احط المتفجرات فين، عشان يوم اول ما افجر المنشأ يقع بالطريقة اللي انا عايزه يقع بيها. تايم سيكونسينج، وان انا ببدا احط المتفجرات مش كلها بتنفجر في وقت واحد، ما ينفعش ان انا افجر المنشا مره واحده، لازم ابقى عارف انا هفجر ايه الاول وايه الثاني وايه التالت، بحيث التايم يمشي معايا زي ما انا عايز. فببدا احط المتفجرات، كل متفجر من بيبقى عندي بيبقى ليه الوقت اللي هو بينفجر فيه، فابدا اوزعهم بالاسلوب ده. واخر حاجه ان انا ببدا اوصل المتفجرات دي بالكامل بسلك، يعني خلينا نبسطها قوي، بسلك واحد يوصل لي لغرفة التحكم او للجهاز المتحكم في التفجير عشان افجره مرة واحدة، وده بيبعد عن المنشأ الحي. التفجير غالبا بيستخدم في المنشآت الضخمة زي الاستادات، اكتر حاجة بيحصل فيها تفجير عشان اقدر اهدمها هي الاستادات بسبب ضخامة حجمها. شوف مع بعض فيديو. زي ما احنا شايفين المتفجرات قدامنا بتبدأ تمشي بسيكونس معين، هي مش كلها في نفس الوقت، وبيبدأ تحت غير فوق غير في الأماكن مش زي بعض، لأن زي ما احنا شفنا هو غالبا هنا كانوا عايزين ان المنشأ كله يقع داخل الاستاد مش خارج الاستاد، عشان يبقى محكوم وكنترولد. ده منشأ تاني برضو زي ما احنا شايفين، التفجير مش كله بيتم في نفس الوقت ولا كله بيتم في نفس الأماكن، بيبقى عندنا أماكن مختلفة، وبنبدأ نشوف المنشأ عندي هيتفجر ازاي. زي ما احنا شايفين السيكونس عشان يقع المنشأ كله داخل بعضه ويبقى كنترولد. ده برضو استاد تاني تم هدمه عن طريق التفجير. مش دايما التفجير بيكون ناجح، وده يثبت اللي احنا قلناه ان انا مش مجرد بفجر، ان انا لا لازم ابقى دارس الموضوع ومخططه. ده كان كوبري عايز تم حط المتفجرات فيه، بعد التفجير للاسف المنشأ ما وقعش، لان ما تمش اضعاف الدعائم الرئيسيه للكوبري ده وما انهارش بالكامل، واضطر بعدها برضو عن طريق المعدات ان هم يهدموه. فطبعا دي كان فشل رغم ان احنا مفجرين المنشأ. بيحصل فيليرز تاني بسبب ان انا مش مخطط، المنشأ كان بيتفجر وكان حواليه لسه فيه
بعض الاشخاص وده مش صح اللي اتاثروا وبدا يحصل لهم مشاكل بسبب التفجير اللي حصل ده وبدأ حصلت اصابات وحصلت وفيات بسبب التفجير واختناقات بسبب كميه الغبار اللي طلع من التفجير. فده كان فيلير للهدم. ده منشأ انا خططت ان انا ههدمه بس ما خططتش لما بعد الهدم، فهو فعلا المنشأ وقع بس المنشأ بالكامل كتلة كاملة على بعضها. عيده تاني، المنشأ كان كتلة واحدة على بعض دخل في منشأ تاني جنبه، فانا هنا ما خططتش ايه اللي هيحصل حوالين المنشأ ده بعد تفجيره وبعد هدمه ان انا هوقعه، وحصلت مشاكل كتير جدا بسبب اللي حصل ده والمنشأ ما تهدش، هو وقع لكن ما تمش تدمير العناصر بتاعته بالكامل. تاني نوع عندنا هو الحفر عن طريق المعدات، عن طريق الاكسكافيتورز ايا كانت نوعها ايه. اول حاجة الخطوات بتاعتي هم ثلاث خطوات اساسية. اول حاجة لازم اعرف ان المنشأ بتاعي ده ارتفاعه قد ايه عشان اقدر اخطط حركة الحفار اللي انا هستخدمه وارتفاع البوم بتاعه. تاني حاجة ان انا لازم استخدم كذا نوع، مش شرط ان انا استخدم نوع واحد من المعدات، ولازم يكون فيها نوع كراشر ان انا الكراشر ده بيبدأ يكسر العناصر الانشائية بتاعتي، ونوع هامر اللي هو يبدأ الدقاق زي ما احنا بنقول عليه اللي هو هيبدأ يكسر في اماكن معينة عشان يضعف لي المنشأ بتاعي ويبدأ الهدم بتاعه. واخر مرحلة انه بعد ما انا هبدأ اوقعه ان انا هبدأ اكسر بقى وافصل المواد بتاعته لقطع صغيرة عشان اقدر انقله واقدر اوديه مكان تاني. عندنا انواع الحفارات دي كتير قوي، في منهم بنشوفهم دايما في الشارع او بنشوفهم في الحياة العملية كل يوم، حفار سواء الدقاق والدقاق اللي قدامنا ده بقى بيتم تصنيعه عن طريق ان هو يكون روبوت عشان نقلل الخسائر زي اللي قدامنا ده. الروبوت ده بيقدر يتم التحكم فيه عن بعد عشان وانا بهدم ما يحصل ليش مشاكل على قد ما اقدر. ده نوع تاني بيكون البومة بتاعته طويلة ويكون كراشر بحيث ان هو يقدر يكسر الماتيريال مش مجرد ان هو يوقعها فقط. حصل تطور كبير عن طريق ان انا الكباين ما بقتش ثابتة، بقت كمان الكباين بتتحرك لرؤية افضل وليه سيفتي اكتر بيسوق المكنة او اللي بيبدأ يتحكم فيها. زي ما احنا شايفين برضو هنا الكباين بدأت تتطور اكتر عشان يقدر اللي متحكم في المعدة يقدر يعمل الهدم بطريقة صح. بقى يظهر التطور برضو انه بقت حتى المباني العالية بنقدر ان احنا نعمل لها الهدم برضو عن طريق الحفارات وعن طريق الاكسكافيتورز بارتفاعات كبيرة. حاجة مهمة قوي 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 ان عشان احافظ بيها على البيئة اللي انا بعمل فيها الهدم ده، لو انا حوالي منطقة سكنية او حوالي شوارع والناس مش هتستحمل مثلا الكمية الغبار اللي هتطلع، فبقى عندي بعض الماشينز والمعدات اللي بتبدأ تصدر رزاز مية مع هواء عشان تبدأ تقلل لي من الغبار ده ان هو يفضل جوه الموقع بتاع الهدم بتاعي وما يخرجش بره ويحافظ على البيئة الخارجية اللي عندي. نوع كمان هو الريكينج بول او الكرة اللي بتهدم دي، بتبقى عبارة عن كرة من ستيل، بتبقى غالبا الماتيريال بتاعتها من الستيل. بيبدأ المعدة شبه الونش بيبدأ ان هو يحرك البوم بتاعتها فتبدأ تاخد سرعة معينة، والسرعة دي بتبدأ تولد قوة بحيث ان هي تقدر تهدم لي المنشأ بتاعي. ودي بنستخدمها لما انا بكون طريقة الهدم بتاعي ممكن تأثر على المعدة. في فيديو كده كان منتشر على السوشيال ميديا ان واثناء الهدم المنشأ بيقع على
الحفار والسواق بتاع الحفار او اللي متحكم في المعده بيحصل له مشكله. ففي الحالات اللي زي دي اللي انا مش بقدر اتحكم في المنشأ ان هو يقع بطريقه او ان انا اقدر اوقف المعده في مكان امن للمعده وللمتحكم فيها، بنبدا نستخدم الريكنج بول عشان ابقى انا من بعيد اقدر ان انا اعمل الهدم بتاعي. ودي كان مثال، المعده بتتحرك تبدا تدي سرعه للبول، البول دي بتبقى متوجهه لمكان معين بحيث المنشا ينهار مره واحده، وفي نفس الوقت تبقى المعده والمتحكم فيها في امان. اخر نوع هو السلكتيف ديموليشن، وده اللي انا ببدا اعمل فيه الهدم عن طريق الافراد، بان انا ببدا افضيه من العناصر الغير انشائيه، ببدا اهده جزء جزء، ببدا اشيل منه الاجزاء اللي انا مش محتاجها. ودي بنستخدمه في كذا في كذا يعني منطقه ان انا لو عايز اعمل ترميم لمنشا فانا محتاج اعمل هدم لبعض العناصر الانشائيه وهرجع اعملها تاني، او ان انا في مكان او محيط ضيق جدا 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 ان انا مش هقدر ادخل معده تهد، او في بعض الحالات الانشائيه ان انا مش هقدر اعمل هد مفاجئ عن طريق المعدات او عن طريق التفجير. وخير مثال طبعا اخواننا في مصر وفي اسكندريه عارفين المثال المشهور، العماره المايله. العمارة المايلة ما كانش ليها حل ان هي تفضل قائمة، فكان لازم يحصل ليها هدم، فبالتالي بسبب طبعا الجيران وبسبب الشارع اللي موجودة فيه انا مش هقدر ادخل ولا معدة ولا الحالة الانشائية اللي فيها المنشأ ده ان انا اقدر اهده سواء بتفجير او بمعدات نهائي، فتم الهدم في المنشأ ده عن طريق الافراد وعن طريق المعدات الخفيفة اللي بالايد، وان انا والأوناش كلها حاجات خفيفة بحيث ان انا ما اثرش على المنشآت المحيطة وعلى الناس اللي عايشين معايا. طيب هل برضو التخطيط ده بيتم ازاي؟ في شركات منها شركة اسمها Applied Science International عملت بروجرام بيبدأ يعمل سيميوليشن للهدم، يعني مش مجرد ان انا بخطط بس هستخدم معدات ايه او هعمل ايه، لا ده انا ببدأ اشوف الهدم بتاعي هيحصل ازاي. وده خير مثال، بيبدأ يعمل المنشأ زي ما احنا اما بنيجي نعمل تصميم ان انا اعمل انشاء او ان انا ابني، بقى دلوقتي برضو اقدر اعمل سيميوليشن ازاي ههد، عن طريق ان انا ببدأ ادخل الانبوتس، انا هبدأ اهد ايه الاول، هعمل ايه اول حاجه تاني حاجه، فيبدا يطلع لي سيميوليشن فاعرف لما هد المنشا ده هيحصل له ايه. وعندنا امثله كتير من نفس الشركه، بيبدا برضو يدي السيكونس بتاع الهد، فيقول له المنشا لما هينهار ازاي. وطبقوا ده، يعني ده مثال حي السيميوليشن مع الطبيعه، ولقوا ان هو effective جدا وبيحصل بالظبط شبه السيميوليشن اللي بيحصل، المحاكاة اللي بتحصل عن طريق الكمبيوتر. بل وكمان بدأوا يعملوا عن طريق نفس البرنامج بقى فيه إمكانية أنا أعرف الضوضاء وكمان الدست الغبار اللي هينتج عن الهدم لو أنا بعمل تفجير أو بعمل هدم بمعدات، الغبار بتاعي هيوصل لفين، فأعرف مين اللي هيتأثر عندي وأبدأ أخد الاحتياطات اللازمة، أو إن أنا أغير طريقة الهدم أو الاتجاه بتاع الهدم بتاعي. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن قصة success story كانت من سنتين في سنة 2018 تحديدا في العراق في منطقة كردستان. كان في صوامع للقمح كانت مبنية في 1970، في أواخر 1970 سنة تحديدا 1978، كان اللي بنيها السوفيتيين أو الروس، عملوا المنشأ ده وما كملش بسبب الأوضاع وفي البلد، فبالتالي المنشأ ما كملش الإنشاء بتاعه، وكان في نص في داون تاون بتاع منطقة اسمها السليمانية. فبالتالي هم في سنة 2017 في شركة تطوير عقاري قررت ان هي عايزة
في المنطقة بما إن هو في وسط مدينة، إن أنا عايز أعمل منطقة داون تاون يكون فيها أوتيلات، يكون فيها مولز، أوفيس بيلدينج، مكاتب إدارية ومكاتب ومنطقة سكنية، ويبدأ إعادة إحياء للمنطقة دي بما إن هي في وسط المدينة بالضبط، بدل ما يبقى المنشأ ده موجود عندي. فبدأوا يخاطبوا شركات كتير اللي خاصة بالهدم، وفي شركات متخصصة للهدم فقط والإزالة. طيب ايه اللي تشالنج؟ فكر اول تفكير جالهم ان احنا هنبدأ نجيب معدات حفارات ونبدأ ان احنا نعمل ازالة للمنشأ. كان في تشالنج كبيرة ان الارتفاع بتاع المنشأ ده كان عالي جدا، فمع استخدام الحفارات او المعدات ممكن يحصل مشاكل بسبب الرياح وبسبب الاهتزازات وبسبب ان المنشأ عالي، ممكن يحصل تطاير لبعض العناصر المهدمة و تبدأ تدمر لي المنطقة المحيطة، وهياخد وقت طبعا كبير جدا لأن المنشأ زي ما احنا شفنا كان ضخم جدا. طيب ايه الحل؟ الحل اللي قدمته اكتر الشركات ان احنا هنبدأ نفجر المنشأ. المنشأ ده مش هينفع يتم هدمه عشان ما ياخدش وقت كبير غير عن طريق التفجير. طيب كانت في قابلتهم مشكلة كبيرة جدا ان المنشأ ده اثناء ما هو كان مكان اثناء انشائه، المهندسين الروس كانوا بيبنوا في وقت حرب، فبالتالي عملوا العناصر الانشائيه اللي هي الاعمده والحوائط الداخليه، القطاعات والتسليح بتاعها ضخم زياده عن المطلوب او زياده عن اللي ممكن تتحمله بثلاث، في حاجات وصلت لثلاث اضعاف. فبالتالي كان المنشأ بلقي جدا او صعب جدا ان هو يتم الهدم، وكان لازم تخطيط كويس. التخطيط لهدم المنشأ ده أخذ تخطيط وتنفيذ أخذ سنة. في شركة متفجرات اسمها EGE نايترو، هي الوحيدة أو هي واثنين كمان بس هي اللي فازت في الآخر بالتصميم بتاع الهدم، إن هم هيبدأوا يهدموا المنشأ ده بعد ما أكتر الشركات في العالم رفضت خوفاً من ضخامة المنشأ، بعد ما بيبدأوا ينزلوا ويعملوا investigation ويشوفوا المواد بتاعته ويشوفوا القطاعات الإنشائية، فكانت كتير بترفض، ما عدا ثلاث شركات، واللي فازت في الآخر شركة متفجرات اسمها EGE نايترو، متخصصين للهدم بالتفجير. بدأوا يعملوا investigation جوه المنشأ، وإن هم يدوروا على الماتيريال زي ما احنا قلنا في الاول ان انا عندي خطوات قبل الهدم. بدأوا ان هم يتكسروا بعض العناصر الانشائية عشان يشوفوا ايه الداخل، واكتشفوا ان المنشأ ده كان زيادة زي ما احنا قلنا تصميميا عن اللي هو يتحمل، يعني كان يتحمل ضعفين او ثلاثة اللي متصمم ليه، كمية حديد ضخمة جدا وكمية خرسانات ضخمة جدا وقطاعات. بدأوا شركة ASI Applied Science، نفس الشركة اللي احنا قلنا ان هي بتعمل simulation، بدأوا يستعينوا بيها عشان يشوفوا هيعملوا الهدم ده ازاي. فبدأوا يعملوا simulation. فأول حاجة قالوا احنا عايزين نهدم البرج، البرج ده كان خاص بالمصاعد للقمح، وعايزين ان هو يقع في الاتجاه ده عشان ما يبدأ يقدروا يعملوا تحكم ليه، مش هينفع ان هو يهدم في الناحية التانية عشان يقدر يتحكم فيه وفي المحيط اللي حواليه. بدأوا يعملوا simulation وازاي هنهد، وجربوا تجارب كتير جدا، وكل مرة كانت بتظهر لهم مشكلة ما. simulation كان ده كان اول مشكلة تظهر لهم، ان بيبدأ يحصل تناثر كبير جدا للعناصر بعد ما بيهد العناصر الانشائية او المنشأ عموما، القطع الصغيرة منه بتبدأ تتناثر حوالين الموقع بتاع الهدم بطريقة كبيرة جدا. وضع المبنى في الاتجاه الخاطئ، سيتم احداث شقوق في جانب واحد من صوامع الغلال. وكان الخوف ان هم بنية لكي تقطع صوامع الغلال، الخوف ان هو يقع في مكان غلط، فقرروا ان احنا هنبدأ
هدم يدوي او عن طريق المعدات للجزء السفلي من الصوامع في منطقة معينة، عشان لما يحصل التفجير بعد ما يحصل هيضعفه فيبدأ يتهدم في الاتجاه اللي هم، وفعلا بدأوا يعملوا كده زي ما احنا شايفين في الموقع الفعلي، بدأوا يهدموا كده زي ما احنا شايفين ان هم يحضروا للتفجير. كل ده احنا بنتكلم قبل ما نعمل اي تفجير، فبدأوا ان هم يضعفوا الصوامع عن طريق ان هم بيهدوا الجزء الخلفي للاتجاه اللي عايزين المنشأ يقع عليه للصوامع، فبحيث ان هم يضعفوها فلما يحصل التفجير تقع في الناحية التانية. كانت المشكلة برضو ان هيجي لما هيجي يعمل الهد، لما عمل سيميوليشن تاني بعد ما كسروا بقى الاجزاء الخلفية دي، بعد ما كسروها عملوا موديل تاني على برنامج المحاكاة عشان يشوف ايه اللي هيحصل، لان هيحصل تناصر كبير قوي للجزء الخلفي للمواد بتاعته. فبدأوا برضو ان هم يضعفوا المنطقة دي، عن ان هم يعملوا فيها بعض الشقوق ويضعفوها او بطريقة معينة بحيث ان هي ما ترجعش لورا ويبقى الهدم كله في ناحية واحدة اللي هي الناحية الامامية. بعد كده بعد ما خلاص خططوا ان احنا هنعمل ايه وبدأوا فعلا في التنفيذ، بدأ فريق تاني ان هو يخش جوه المنشأ على الاعمدة الاساسية والحوائط، وان هو يعمله فتحات اللي هيتحط فيها المتفجرات. وفي لو لاحظ كده هنلاقي في علامات باللون الازرق وعلامات باللون الاحمر، لان المتفجرات زي ما احنا قلنا مش بيبقى كلها تفجيرها في نفس الوقت. ظهرت قدامهم مشكلة كمان، ان احنا لما هنعمل هدم للمنشأ ده الغبار والضوضاء والعناصر المتناثرة اللي هتطلع بعد التفجير هتبقى قوية جدا جدا جدا، وهتبدأ تأثر على المنشآت، او لو في اي ناس حوالينا حوالين الهدم هتبدأ تأثر عليه. فكان الحل ان هم جابوا سجاد وواير شبكة حديد حوالين مناطق معينة، حوالين جزء معين اللي هيحصل فيه التفجير، عبارة عن طبقتين من السجاد وطبقتين من الحديد، وبدأوا يغلفوا بيها المنشأ بالكامل. الحاجة اللي ظهرت بعد كده برضو عن طريق المحاكاة، او ان احنا نشوف ايه اللي هيحصل بعد الهدم، بقى احنا خلاص عرفنا هنفجر ازاي وحضرنا للتفجير، بعد التفجير ايه اللي هيحصل؟ لقوا ان انا المنشأ بالكامل هيقع كبلوك عندي، هيبقى ارتفاعه عبارة عن 20 متر، وبرضو ده هيكون ارتفاع كبير ان انا ابدأ اكسر المنشأ لقطع صغيرة عشان اقدر انقله. فلو ان ارتفاع 20 متر ده برضو هيبقى كتير بالنسبة لنا، فبدأوا ان هم يعملوا حفر في المنطقة اللي هيحصل فيها الهدم اللي هيقع عندنا المنشأ. عملوا حفر لارتفاع 4 متر تحت سطح الارض عشان لما المنشأ يقع جواها، وعن طريق برضو الحفر ده يبدأ يحصل تكسير لعناصر المنشأ بعد التفجير على طول، ما يقعش كله كبلوك واحد. بدأوا بعد كده خلاص احنا عملنا كل التحضيرات وعملنا الحفر وحطينا السجاد والشبك الحديد، بدأوا يجيبوا المتفجرات عشان يحطوها في الأماكن بتاعتها، والمنشأ ده استهلك 1000 كيلو من المتفجرات اللي اتحطت داخل الأعمدة والحوائط الخرسانية. كل الطن أو المتفجرات بالكامل بيتم توصيلها عن طريق شبكة أسلاك. الأسلاك دي عبارة عن أسلاك فيها متفجرات برضو بس بنسبة بسيطة جدا 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 صغيرة، وليها توقيتات معينة بيبدأوا يتوصلوا ببعض، وبيتوصلوا في الآخر للسلك الرئيسي اللي بيتم منه التفجير عن طريق جهاز التحكم. الحاجة اللي بعد كده برضو أثناء التحضير قبل التفجير بأيام، إن إحنا عايزين نعمل سيستم عشان الناس ما يبقاش في المحيط بتاع التفجير في أي مشاكل. الناس اللي عندها مصانع
كان في مصانع وراء المنشأ ده، وكان في متوقع ان انا لما يبقى عندي حدث زي ده في مدينة ان انا هلاقي ناس كتير عايزة تتفرج وعايزة تشوف التفجير هيتم ازاي وايه اللي هيحصل. فبدأ تنسيق بين الناس كلها، بين الجهات المختصة بالكامل وبين الشركة المنفذة، ان احنا وعن طريق السيميليشن قدروا يعرفوا الناس تقدر تتفرج عن امتى. فحددوا الدائرة الحمراء الكبيرة دي، اي حد عايز يقف يتفرج او يشوف لازم يبقى في الجهة اللي ورا الدائرة دي، ما ينفعش يخش لجوه. والدائرة دي تقريبا قطرها كان 500 متر. بعد ما وصلوا كل التوصيلات والاسلاك، بقى عندنا اللي هيخرج بره المنشأ السلك الطويل اللي احنا شايفينه ده، ده متوصل بجميع المتفجرات بالكامل. الويرم ده كان عبارة عن ثلاث أسلاك، سلك منهم الأساسي بيبقى زي ما احنا قلنا جواه بعض المتفجرات البسيطة، بحيث ان انا اول ما فجره يبدأ المتفجرات دي تتسلسل الى الداخل لغاية ما توصل لكله، كله كان مصبوط بتايمر معين، في كل متفجر من اللي محطوط جوه بيتفجر بعد عدد معين من الدقائق من التفجير. السلك الثاني بيبقى سلك بديل في حالة ان حصل اي تعطيل للسلك الاولاني، فبيبدأ السلك الثاني يشتغل بداله. السلك الثالث بيبقى سلك كهرباء، بحيث لو السلكين اتعطلوا ما يحصلش الهدم بطريقة غلط، لان لو حصل تفجير لبعض المتفجرات والباقي ما حصلش هيبدأ يبقى عندي مشكلة كبيرة جدا. فبيحصل بيعملوا باكب عن طريق سلك رئيسي، يبقى فيه سلك رئيسي وفيه سلك ثانوي بالضبط زي السلك الرئيسي، وسلك ثالث هو سلك كهرباء يقدر يوصل لجميع برضو المتفجرات على طول، بحيث لو السلكين الأصليين حصل فيهم مشكلة. جاء يوم التفجير، وانا حابب بقى ان انتوا تتفرجوا على ده الفيديو نفسه، التفجير حصل ازاي. طبعا السلك توصل لمكان التحكم الرئيسي، وده كان بعيد تماما عن المنشأ نفسه، وبدأوا يحصل التفجير. هنتفرج مع بعض ونشوف ايه اللي حصل. في حاجات انفجرت وبعد كده الباقي انفجر، وبالظبط حصل زي ما هم كانوا مخططين. البرج الاولاني اللي كان عبارة عن المصعد والجزء الثاني الصوامع زي بالظبط ما كانوا مخططين ان هو يحصل. وما حصلش اي اضرار للناس الخارجية، وكان التخطيط بالكامل ناجح. وده منظر تاني اثناء التفجير. الصوتية كانت اقل مما توقعوا. اخيرا تبين بعد الهدم وجود وصلات صغيرة بين صوامع الغلال والواح الخرسانة التي ارتكزت عليها، وبالتالي لم تكن الشبوك الخلفية ضرورية لأن صوامع الغلال سقطت عن ركائزها جيدا، وذلك مذكورا في مسودة الخارطة. أول ما حصل التفجير بدأ الدفاع المدني وبعض الهليكوبترز تخش على الموقع بسبب الغبار طبعا الرهيب. بدأت هليكوبترز تخش برزاز مية، وهيئة الدفاع المدني عن طريق عربيات المطافي بدأت برضو تخش على بالمية عشان تهدي الغبار اللي داخل. يعني دي كانت نبذة بسيطة عن هندسة الهدم، وان الموضوع لازم يبقى مدروس. وزي ما قلنا كده منشأ زي ده اخد سنة في التخطيط والتنفيذ، فلازم نبقى كمهندسين مدني او مهندسين عموما يوم ما احب ان انا اهد حاجة ايا كان الغرض من الهدم ده ايه لازم يتخطط لها صح عشان ما تتسببش في كوارث زي الحاجات اللي احنا شفناها. انا حابب تعرفوا زي ما قلت انا المحاضرة بسيطة، عايز ان احنا نفتح موضوع جديد يمكن بعض الناس ما كانتش واخدة بالها منه. من سؤالي يعني للناس قبل ما احضر للمحاضرة ان الموضوع بيتخطط بالطريقة دي، فدي بعض المصادر اللي انا استخدمتها عشان
احضر المحاضره الصغيره دي، فحابب انكم تعرفوها وتبداوا تخشوا عليها. طبعا قصه النجاح دي تقدروا تتفرجوا عليها بالكامل في ناشونال جيوغرافيك، شرحينها بالكامل، فيلم وثائقي كامل عن من الصفر لغايه ما المنشأ ده اتهدم، واللي احنا شفنا منها بعض الفيديوهات والفيديو الاخير. خشوا كده اتفرجوا الناس بتعمل ايه. شركه زي Applied Science International ده تخصصهم ان احنا الهدم، وان احنا نعمل اناليسز ازاي الحاجه هيتم هدمها والطرق بتاعتها والمحاكاه لكل الحاجات اللي ممكن تحصل لما الهدم ده يحصل. وشكرا لكم، وشكرا انكم يا رب تكونوا استفدتوا ولو حاجه بسيطه يعني. مهندس أسامة، شكرا جزيلا باشمهندس معتز، محاضرة جميلة جدا وعلم جديد فعلا بالنسبة لي، يعني أول مرة أحضر محاضرة بالأسلوب ده فعلا. جزاكم الله خيرا على هذا العلم، وياريت لو حد عنده أي أسئلة أو أي استفسار يعمل raise hand أو يكتب على chat حسب ما انتوا عايزين يعني. شكرا لكم كلكم طبعا، شكرا. يا رب الحمد لله ان هي عجبتكم يعني، جزانا واياكم يا رب جميعا. في سؤال حلو قوي ممكن احنا نفكر فيه مع بعض دلوقتي. اسم البرنامج، اسم البرنامج هي شركه اسمها Applied Science International. البرنامج ده خاص بيهم بس، هو مش برنامج متداول. هو يعني الناس اللي تحب تعمل كده لازم تخاطب الشركه دي، ما تقدرش تاخد البرنامج لان الحاجه دي بتحصل عندهم في الشركه بس. في سؤال بس فوق، ان هل البيم ممكن يضيف حاجه للمجال ده؟ يعني من خبرتي البسيطه بقول طبعا البيم يقدر، ان انا المنشأ، انا لو عندي المنشأ ده كان من الاول، يعني في معلومة اتقالت في الفيديو في الاخر بيقول ان انا ان هم ما كانوش محتاجين يعملوا الشقوق اللي في ظهر المنشأ اثناء التفجير، بسبب ان هم لان لقوا التدعيم من البيس بتاع المنشأ للصوامع ما كانش قوي، فهم ضيعوا وقت كبير جدا ان هم انهم ما كانش لازم انهم يعملوا الشقوق دي من ورا. طبعا لو انا كان عندي موديل بيم، لو استخدمت الموديل الانشائي مثلا، لو احنا كنا بنعمل، لو انا عندي موديل اسبلت ودي مرحله مهمه جدا من مراحل البيم، كنت هقدر اعرف ده من غير ما الناس تقدر تنزل، من غير ما الناس هتنزل تكسر في الموديل بتاع في المنشا بتاعي، كنت هقدر ان انا اوفر وقت كبير جدا. دي وجهه نظري يعني، ان في سايت انفستيجيشن تم، ان احنا نزلنا نشوف الماتيريال اللي استخدموها، نزلنا نشوف التسليح قد ايه، عملنا حاجات كتير قوي، بداوا ياخدوا العينات من المنشا. كل ده كان ممكن يتوفر عليا لو انا كنت عامل المشروع ده از بيم تكنولوجي، يعني عن طريق المودلز اللي هتكون موجوده عندي اللي انا بستخدمها عشان الاسيت مانجمنت. لا، التصنيفات مش من اجتهادي انا، زي ما قلت لكم انا جبت لكم الريفرنس، تقدروا دي هي دي التصنيفات المعتمده اللي هم بيستخدموها. تقدروا تخشوا على Applied Science International، او الموقع ده جميل جدا اللي كله بيرجع ليه، ان هو دي دي دي, دي الاربع طرق اللي هم بيستخدموا للهدم يعني. هل الطريقه المنفذه تعتمد على نوع وارتفاع المبنى؟ طبعا زي ما احنا قلنا، المبنى ده بما ان هو كان عالي، فكان صعب قوي ان انا استخدم، كان عالي بزياده ان انا استخدم فيه حفارات العاديه. طبعا لو جالك يوم هواء وانت الحفار شغال ممكن يحصل مشكله كبيره، ممكن يحصل تطاير للعناصر اللي انت بتعمل لها هدم، فبالتالي تحصل ضرر كبير غير متوقع. فمش هينفع ان انا اقعد اهد فيه جزء جزء. في بعض عن طريق المحاكاة انا ممكن الاقي ان انا لو عملت هدم
بطريقه معينه اثناء الهدم ممكن يحصل انهيار مفاجئ غير متوقع. ممكن طريقه الهدم ما تكونش فعاله لو انا مثلا عايزها بسرعه ان هي تتم بسرعه، فانا لو جبت حفارات عاديه هقعد لي 3 4 سنين فانا محتاج بسرعه. فيبقى طبعا كل ده بيفرق معايا انا استخدم اني طريقه. حاجه مثلا زي اللي كانت اللي عرضتها في الاول البرزنتيشن، زي اللي كانت في اسكندريه، انا والله ده في شارع ضيق ومنطقه سكنيه متكدسه جدا، مش هقدر ادخل اي معدات تحفر او الوضع الانشائي للمنشا ما يسمحليش. يعني احنا كمهندسين ممكن نستفيد ازاي من المجال ده، وخصوصا اننا في مصر تقريبا ده مجال نادر الاستخدام. معاك حق، هو نادر الاستخدام كمعروف باسمه، بس استفيد منه ازاي؟ ان انا ابقى عارف انا كمهندس لو داخل على منشا ما اخشش وهضطر ان انا اعمل فيه هدم، ما اخشش اعمل هدم وخلاص من غير ما ادرس كويس جدا الطريقه اللي انا هبدا اهد بيها المنشا ده، او حتى لو انا هعمل ترميم او ايا كان. مدام انا ههد حاجه لازم اكون دارسها كويس جدا ودارس المحيط اللي هيحصل حواليها، ما اخشش اهد وخلاص يعني، عشان ما يحصلش كوارث اللي بنسمع عنها كل يوم يعني. ممكن تكتب لنا اسمه، مش عارف هو ايه، بس لو قصدك على البرنامج او السايت فهو انا موضح دلوقتي الابلايد اسمه appliedscienceinternational.com appliedscienceint.com ده الطريق. كيف سيتم الهدم لو المنشأ كله ستيل؟ نفس الطرق بالظبط، بل بالعكس انا شايف لو المنشأ ستيل وانت معاك الوقت، ودي من مميزات الستيل، ان انا اقدر افك المنشأ سواء بقى مربوط متربط بمسامير او كده واقدر استفيد منه تاني. هل ينفع نظام الهدم بالتفجير في تشكيل انفاق محكومة تحت الارض؟ مش عايز افتي يعني مش عارف حاجة زي كده، بس عن معلوماتي البسيطة عن موضوع الانفاق ان هي بيبقى ليها معدات مخصوصة ليها، ما ينفعش. وحتى لو انا هستخدم تفجير بيستخدم بعد التحضير ليه عن طريق المعدات التقيلة قبل ما اعمل التفجير ده. البرزنتيشن حاضر هرفعها لكم، مفيش فيها اي مشكلة. طبعا هل لو حد بيسأل برضو هل ممكن طرق التفجير دي استخدمها لو واجهنا صخور وانا بعمل اي حفر؟ عموما طبعا الصخور لو انا في منطقة نائية بعيد، او ان انا اقدر ان انا احكم الموضوع عن طريق ان انا اركب زي السجاد مثلا اللي شفناه بحيث ان انا الغبار ما ينتشرش قوي كده، ايا كان انا اقدر استخدم التفجير. بس اهم حاجة ان انا اجيب حد متخصص لي زي الشركات، يعني الشركة مثلا اللي عملت هدم للمنشأ ده كانت شركة متخصصة للمتفجرات فقط، يعني هو دي اسمها اي جي اي نايترو، هي بتاعه تفجير فقط. فدي حاجه مهمه جدا. الهدم اليدوي ساعات بنستخدمه. حد بيسال برضو ايه رايي في الهدم اليدوي بالعمال في مصر؟ بيستخدم مش في مصر بس، في كل حته. اللي بينقصنا في مصر بصراحه في الهدم بالعمال السيفتي، ودي حاجة مهمة قوي 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 ان احنا مش بنهتم بيها. لا، السيفتي مهم. لو انا اهتميت بالسيفتي ومع المنطقة اللي انا بهدم بيها لازم اخد بالي كويس قوي من حياة سواء العمال اللي بتعمل الهدم ده او الناس اللي حوالين المنشأ اللي ممكن يتضرروا بسبب الهدم ده. دي اكتر حاجة لازم ناخد بالنا منها لو ههدم بعمال. زي ما وريتكم كان في معدة بقت عبارة عن روبوت، انت بتتحكم فيها من بعيد، مش اصلا مش هتقرب من المنشأ. انت لو انا مثلا بكسر سقف وخايف ان هو ينهار انهيار مفاجئ لو انا بعمله بعمال، بقى في تطور كبير. واحنا في مصر يعني المفروض ان احنا بنتطور انشائيا، رغم ان في شركات عندنا بتشتغل باحدث تكنولوجيا، وعندنا شركات من بره مصر نقدر نستفيد بيها. المعدة دي موجودة على فكرة في مصر دلوقتي وفي شركات بتستخدمها، فاحنا مش متأخرين قوي، بس الفكرة ان احنا مش بنلجأ للمتخصصين. انا اعرف شركة بتحفر خنادق المواسير في الشبكات الصرف الصحي والمية في اسوان والمناطق الصخرية بالتفجير. زي ما قلنا الصخور ان انا استخدم المتفجرات فيها بقت عادي جدا وبقى ناس كتير بتستخدمه، بس اهم حاجة التخصص ان انا
اجيب حد هيعرف يتعامل مع التفجير ده عشان ما يحصلش ضرر للمحيط بتاعي. هل يوجد تخصص اكاديمي لهذا النوع من الاعمال وقوانين خاصة؟ انا برضو ما اقدرش افتي في موضوع القوانين. كل شركة يعني من طريقة تعاملي انا او خبرتي يعني البسيطة، الشركات بيبقى عندها زي اكواد او ريجوليشنز معينة ومخططات للهدم. الشركات الكبيرة وانا مثلا داخل اعمل هدم لمنشأ في شركة بترول، بيبقى عندهم ازاي هيتم الهدم ده وايه الاجراءات اللي انا لازم اخدها. التخصص الاكاديمي هو الهندسة المدنية عموما. الهندسة المدنية هي اللي خاصة بموضوع زي ما احنا بنعمل تحليل انشائي للمنشأ عشان ابدأ اعمل له بناء، انا المفروض اعمل له تحليل انشائي عشان اعرف اعمل له هدم. بس لازم دراسة طبعا بعض الحاجات، ايه التأثير على المواد، ايه اعرف اعمل تحليل المنشأ عشان اعرف فين نقط القوة ونقط الضعف في المنشأ ده، بحيث ان انا اعرف هبدأ بهدم ايه قبل ايه. لو عملت هدم لده هل هينهار المنشأ فجائي ولا مش هينهار؟ في احنا شفنا يعني بنشوف فيديوهات على السوشيال ميديا او الناس اللي بتعمل سيرشنج، يعني هتلاقي ان ممكن تلاقي احنا بنقول الاعمدة مثلا اهم شيء في المنشأ هو اللي بيخليه قائم، ممكن بيشيل عمود بالكامل والمنشأ واقف زي ما هو. فلازم دراسة، هي دراسة هندسة الهندسة المدنية. بعض الجامعات في اوروبا وفي امريكا بياخدوا مواد هدم، هندسة الهدم. هل في كتاب او مرجع معين اقدر ادرس منه تأثير التفجير على المباني المجاورة، لو مثلا تفجير لشق طريق او على منطقة سكنية مجاورة؟ مش عارف دلوقتي حاجة معينة، بس هدور واقول لكم، هحطه لكم على اللينك مع المحاضرة، مع رابط المحاضرة يعني. هتواصل مع مهندس اسامة ومهندس عمر سليم واعرف ازاي ان انا وانا بوصل لكم البرزنتيشن هحاول ان انا اوصل لكم برضو بعض المصادر. ما هو تقييمك لطريقة هدم المباني المخالفة كحالة دراسية؟ ده اللي كنا بنتكلم فيه. احنا في مصر للأسف الهدم بيتم بطريقة عشوائية جدا جدا جدا. انا باخد شوية عمال مرزبات وشوية شواكيش وخش كسر. وطبعا دي طريقة مشكلتها اللي في وجهة نظري ان هي بتعرض حياة ناس كتير قوي للخطر. اولا العمال اللي بيشتغل، وشفت قدامي حالات للأسف يعني ربنا يرحمهم، وللأسف يعني حصل وفيات قدامي بسبب الهدم العشوائي، وفي ناس اتضررت مش عارفة تكمل شغلها بسبب عاهات مستديمة حصلت لها. فمشكلة عندنا في الهدم العشوائي ده هو السيفتي، ولأن بيحصل كوارث، بيحصل حاجة مفاجأة مش مدروسة. أنا واحد داخل بكسر، لا عارف أنا بكسر إيه، ولا عارف اللي أنا بكسره ده هيوقع إمتى، ولا عارف أي حاجة خالص، ولا عارف جواه حديد قد إيه مثلا، هل هيشيلني ولا كان هو أصلا مبني صح ولا غلط. كل ده طبعا موضوع عشوائي بيعرض حياة العمال للخطر وحياة المحيط اللي أنا بعمل هدم فيه لخطر. عربيات طبعا بنسمع عنها، مثلا لو بتكلم على حاجة بسيطة جدا، عمارة سكنية بهدها في شارع حصل حاجة مفاجأة، عربيات وناس بيقع عليها الهدم ده وبيحصل تلفيات بشكل بشع يعني. فطبعا لا يعني مفيش اي دراسه لموضوع المباني المخالفه ده، ان انا ازاي ههدمها، وده اللي المفروض يحصل يعني. لو حد اللينك هخش ان شاء الله احط لكم البرزنتيشن، وزي ما قلت لكم هدور كده على لو لقيت يعني مصادر ككتاب. هو في طبعا ابحاث بس هي للاسف كلها مدفوعه. لو حد ليه اكسس على بنك المعرفة المصري يقدر يجيبها. انا طبعا للأمانة العلمية ما اقدرش ان انا انشرها، بس في ابحاث علمية منشورة بخصوص الموضوع ده. طبعا حضرت منها، بس لان يعني انا عشان كده بقول لكم لو حد ليه اكسس على بنك المعرفة المصري ان شاء الله يقدر يوصل لها، ان هو يكتب بس demolition engineering يعني. شكرا لكم جميعا، اتمنى اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في موضوع برضو بسيط كده وشيق، نفتح بيه مجال ونفتح بيه مخ بعض، ان احنا ندور ان في جديد دايما، وان احنا نعرف ايه المناطق اللي ممكن ندور بيها، عن طريق ان انا بحاول اعرض لكم الريفرنس اللي انا بستخدمه، وهي كلها حاجات بسيطه من على الانترنت يعني، مش حاجات
صعبة خالص. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا باشمهندس معتز، وان شاء الله في انتظار حضرتك في المحاضرة الاسبوع القادم بإذن الله. ان شاء الله. اي اسئلة او حد حابب يعمل اي مداخلة مع المهندس معتز؟ تمام، جزاكم الله خير باشمهندس، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو العفو. رعاية الله، مع الف سلامة. مع السلامة. بننور حضراتكم اللي في لينك الحضور، يا ريت الناس قبل ما تخرج من الروم تملا اللينك او فورم الحضور بعد اذن حضراتكم عشان الشهادات. وجزاكم الله خير. كده يا جماعة كل الناس سجلت الحضور علشان هنقفل القاعة.